الكلاني طلعت مرة قلتي بطلت أبوس في الأفلام عشان أحمد زكي عورني في شفتي. دي حقيقة. هو ده السبب عشان بطلتي أبوس؟ مش عارفة، هي جت باي لك كده إن أنا بطلت، بقيت ما أحبش. طب لو دور كويس جالك زي ما أنت حابة بس في بوس هتعمليه؟ لا. ليه؟ كأنت يعني ولا عشان جوزك مثلا دلوقتي؟ بقرف يعني. بتتقرفي؟ زمان ما كنتش بتقرفي يعني؟ زمان كنت صغيره بجرب كل حاجه بجرب، لكن يعني كل واحد كبير كده خلاص يعني بقرف مش عايزه. تقدري تفتكري احلى عشاء اتعشيتي في حياتك؟ ما هو بص بقى يا امير، والواحد متجوز مش هقدر اقول حاجه، يبقى لازم اقول العشاء اللي اتعشيته معاه، ما ينفعش عشاء تاني. ما ينفعش عشاء تاني. لا، كان في عشاء لذيذ قوي عملهولي فالنتاين. رحنا مطعم لطيف قوي وقعدنا اتعشينا، بس انا كان عندي شغل بعدها في خلعت. كان ايه المختلف فيه يعني؟ المختلف ان انا دايما كنت في فالنتاين بشتغل اكتر من اني ممكن اخرج عشاء، هو عملها في ميعاد قبل الشغل. طبعا انا ما اكلتش لان انا ما باكلش قبل الراس، بس كنت مره واحده تلاقي الكرش ضرب، الكرش ضرب بقى، وبعدين البدله فضحها حضرتك، تفضح اي حاجه. لا يعني انبسطت لانه كان غريب على يعني عليكم مثلا، غريب على حياتي. على حياتك عامه، مش عليكم انتوا الاثنين. لا، كان اول مره يبقى يوم زي ده، اول مره اتعشى في فالنتاين. طب وانتي قاعده مبسوطه مثلا في فالنتاين معاه وبتتعشوا انتوا الاثنين، ما بتجيش مره واحده كده تفصلي وتفتكري علي ابنك عشان قاعد بره؟ موضوع علي ده يعني انا بفتكره في كل لحظه وفي كل وقت، مش بس عشاء. يعني طول الوقت بتقعدي تطمني عليه وتقولي له انت كويس؟ طب احلف واتصلي تاني. انا ام رخمه ودايما حاسه ان هو مخبي عنك حاجه. هو بطبعه، هو برج الجدي، بطبعه ما بيقولش كل اللي جواه. يعني بيحكي لك فتفيت من الحياه، من الحاجه. طب كمل يا حبيبي، طب عملت ايه في المدرسه، طب كله تمام يا ماما. ما بحبش اتكلم معاكي ولا هو كده؟ هو طبعه كده. لمين؟ ليكي ولا لابوه؟ لا لا، ابوه. مش ليا. ابوه كان كده؟ ابوه كان كده. الله يرحمه. الله يرحمه. طب لو كان عايش معاكي في مصر هنا كان يبقى عنده مشكله من ناحيه الشغل بتاعك؟ لا خالص، هو ما عندوش مشكله ناحيه الشغل بتاعي. عشان اتربى بره مثلا فالفكر لا اختلف؟ لا خالص، هو بقاله 6 سنين بس، هو قبل كده كان متربي هنا. يعني هو متربي، وعلى فكره هو شرقي خالص، هو شايف مامي بتشتغل، دي مهنتها. بالعكس ده بيدافع عني، لو على النت حد كتب اي حاجه بيخش بيرد. بيخش يرد.